بالقوة الخامسة تمكنت نسور الهضام من حصد 3 نقاط ثمينة، أين عاش الضيف البجاوي أمسية قاسية لم يتعود على مثلها الجار في ملعب النار عبر تاريخ تنقلاته إلى 8 ماي. أهداف الوفاق تداول على تسجيلها كل من هشام العقبي في الدقيقة 18، أمير قراوي بثنائية في الدقيقتين 20 والدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وثنائية أخرى للمتألق خالد قورمي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول والدقيقة 67 من المقابلة. خماسية سمحت للوفاق بالصعود إلى مرتبة الوصافة بفارق نقطة عن الرائد شباب قسنطينة مع احتفاظ نسور الهضاب بمباراة متأخرة في شلف، وكانت المهمة جدا ناجحة للمدرب المساعد خير الدين ماضوي في قيادة الوفاق لإعادة الثقة مع أنصاره رغم التخوف الكبير قبل اللقاء في ظل الغيابات النوعية المسجلة في التشكيلة الصيفية خاصة على مستوى القاطرة الأمامية. Yeah.
وتبقى نتيجة 5-0 التي عجلت برحيل نور الدين سعدي من العارضة الفنية لشبيبة بجاية هي النتيجة الأثقل خلال جولات بداية الموسم الحالي، ودعوة صريحة من اللاعبين للجمهور الصيفي للعودة إلى مدرجات ملعب النار والانتصار بدءا من مباراة السبت أمام أمل الأربعاء في إطار الجولة السادسة.